فإذا كان هناك فتاة طال الزمان على خطبتها ولم تتزوج، فعليها أن تكسر من قول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لو قالتها 100 مرة ليلة الجمعة لطرق بابها أهل الصلاح والتقوى. إذا كان هناك محسود، فإن الحبيب المصطفى يقول إن في القرآن الكريم آيتين لو قرأتا على بعير لفك من عقاله، وهما قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن كانت لا تنجب، من كانت عاقرا لا تنجب، ومن كان عقيما لا ينجب، فليقرأ وهو ساجد: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. عندما يأتيني الآباء يشكون وقف حال البنات، فقد وصفت لهم دواء ربانيا استعمله الكثير وتزوجت البنات ببركة الله. هذا الدواء يتلخص فيما يلي: إذا كانت ليلة الجمعة وإذا كان وقت السحر وهو ثلث الليل الأخير، أي قبل الفجر ب3 ساعات، وهو الوقت الذي أجل يعقوب فيه الاستغفار حتى يأتي وقت السحر، عندما قال له أبناؤه: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال: سوف أستغفر لكم ربي. إنما قال سوف ولم يستغفر على الفور، لأنه أجل الاستغفار إلى ثلث الليل الأخير. ولماذا ثلث الليل الأخير؟ لأن الله ينادي في عليائه وكبريائه في ثلث الليل الأخير ويقول: هل من سائل فأعطية؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ إذا كان ثلث الليل الأخير وفي ليلة الجمعة، الليلة الزهراء التي يسمع النبي فيها الدعاء بنفسه، فقم وصل ركعتين بنية قضاء الحاجة. النية محلها القلب، واجعل نيتك قضاء حاجتك، وحاجتك هي أن يزوج الله بناتك بالصالحين. فإذا ما سلمت التسليمتين بعد الفراغ من صلاة الركعتين، والركعتان عاديتان تقرأ بهما بالفاتحة وصورة بعد الفاتحة، أي صورة، توجه إلى الله بعد ذلك وقل هذا الذكر الذي علمناه رسول الله: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. هذا دعاء رسول الله لقضاء الحاجة، فاقرأه ليقضي الله حاجتك. وهناك شيء آخر أو دواء آخر: إذا كانت ليلة الجمعة وأردت أن يعدل الله الحال لبناتك بالصالحين، فاقرأ سورة ألم نشرح لك صدرك 314 مرة.
لماذا؟ بعدد المجاهدين يوم بدر مع رسول الله. وكلما قرأتها 10 مرات فقل اللهم اشرح صدر اولاد ادم وبنات حواء، اللهم اشرح صدر اولاد ادم وبنات حواء. اذا ما قرأتها كل 10 مرات وهي 314 مرة تدعو بهذا الدعاء، اللهم اشرح صدر اولاد ادم وبنات حواء، هذا ذكر جربته انا ففتح الله الباب بعدما اغلق الباب بالمزاليج والمصاريع. فاستعملوا هذا الدعاء واستعملوا هذا الدواء ففيه الغذاء والشفاء، لانه من الملك صاحب العظمة والكبرياء. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها.